ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مع الحصة الثانية من حصة تحليل النص واستثمار النص، بعدما استخرجنا الأفكار الجزئية في الحصة الأولى، نأتي الآن إلى استخراج استثمار النص من الناحية النحوية. واليوم مع هذا النص بالذات سنراجع الأفعال وما يحتاجه الفعل. إذا ماذا يحتاج أو إلى ما يحتاج الفعل سنراه. إذا لدينا بطاقة هي الفعل، إذا يحتاج الفعل إلى فاعل، يعني أبسط جملة في اللغة العربية فعل وفاعل. إذا على صفورة نفس النص، لكن وضعت كل الأفعال في بطاقات، أرجو أنكم استطعتم رؤية هذه البطاقات باللون الأخضر. إذا كل الأفعال الموجودة في النص وضعتها في بطاقات. الآن هل هذه الأفعال لها علاقة بالفاعل؟ إذا كانت لديها علاقة بالفاعل سنضع علامة صحيح، إذا كانت ليست لديها علاقة بالفاعل نذكر السبب. أننا في بداية الأمر تعلمنا أن لكل فعل فاعل، ولكن هل هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل؟ هذا ما سنراه بعد هذا الفاصل. تلاميذي الأعزاء، أرجو أنكم استطعتم أن تجدوا تلك الأفعال. ونبدأ بأول فعل، كانت حدائق الأندلس. كانت حدائق الأندلس، كانت هو فعلا فعل، كانت يكون كن. إذا نستطيع أن نصرفه في الماضي والمضارع والأمر. إذا لدي ثلاث صيغ، صيغة الماضي، صيغة المضارع، وصيغة الأمر. إذا هو فعل، ويمكن أيضا أن نصرفه وأن نسنده إلى الضمائر. إذا هو فعل كانت. نعرف منذ البداية أن كل فعل يحتاج إلى فاعل. هل هذا الفعل يحتاج إلى فاعل؟ وأين فاعله؟ كانت حدائق الأندلس. حدائق، حدائق، هل حدائق فاعل؟ نتذكر جيدا، نتذكر جيدا. يا ترى، يا ترى، يا ترى، يا ترى، هل حدائق فاعل؟ نتذكر درسا اكتسبنا منه أن كان وأخوات، أن كان وأخواتها لا تحتاج إلى فاعل. فما هو السبب يا ترى؟ الإجابة لديكم. إذا السبب أن كان ليس فعلا تاما، بل هو فعل ناقص. ودرستم أيضا أن الفعل الناقص لا يحتاج إلى فاعل، وإنما يحتاج إلى جملة اسمية تامة، يعني مبتدأ وخبر. إذا كان لا يحتاج إلى فاعل. ننتقل إلى الفعل الثاني، تشهد. في السطر الأول، كانت فقط أو كان هو الفعل الوحيد في السطر الأول. ننتقل إلى السطر الثاني، تشهد. تشهد أصول العربي ومساجدنا العربي، تشهد. هل تشهد تحتاج إلى فاعل؟ هل تحتاج إلى فاعل؟ هل تشهد فعل ناقص؟ هل هو من أخوات كان؟ لا، إذن هو فعل تام، وكل فعل تام يحتاج إلى فاعل. إذن وتشهد، أين فاعله؟ تشهد قصور، قصور. إذن الفاعل هو قصور. تشهد الفاعل، تشهد قصور الأندلس، قصور هو الفاعل. إذن جيد، إذن لما وجدنا الفاعل قصور، إذن هذا له فاعل، وفاعله هو قصور باللون الأحمر. نكمل مع السطر الثالث، ليس هناك لا أفعال. الثانية، ومن الطريف أن الحدائق العامة التي أقام، أقام هو ليس فعلا ناقصا، بل هو فعل تام، وكل فعل تام يحتاج إلى فاعل. إذا هذا الفعل يحتاج إلى فاعل، أقام. أقام ماذا؟ ومن الطريف أن الحدائق العامة التي أقامها، أقام الحدائق العامة، من الذي أقامها؟ العرب. إذا هذا هو الفاعل، له فاعل. في الأندلس كانت، كانت قلنا
مثل كانت الأولى. إذن كانت ليس لديها فاعل. وتضاء ليس لديها فاعل. تقولون الأستاذة لماذا ليس لديها فاعل تضاء؟ هي ليس لديها فاعل ناقصة. نعم، لكن نراجع درسا اكتسبنا منه معلومة، وهي أن هذا الفعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول ليس لديه فعل لأن فعله مجهول، فهو ليس لديه فعل، مبني للمجهول، لديه نائب فاعل، إذن هذا ليس لديه فعل. لتكون، تكون هو مثل كانت من الأفعال الناقصة، ليس لديه فاعل. ما كان الملائم الضحيح بذلك، وقد ابتكر، ابتكر، ابتكر يعني اكتشف، اخترع، اخترع ليس اكتشف، ابتكر يعني اخترع، وقد ابتكر. من الذي ابتكر؟ العرب. إذن العرب هم الذين قاموا بالفعل، إذن العرب فاعل. إذن ابتكر لديه فاعل. نوع من الحدث العامة يمكن تسميتها، يمكن تسميتها، يمكن تسميتها بالحدائق الثقافية. وكان ليس لديه فاعل من الأفعال الناقصة. الحدائق المفتوحة لأبواب الناس جميعا تشمل، تشمل، تشمل ماذا؟ تشمل مقاعد مضللة. تشمل، هل لديها فعل؟ فاعل عفوا، هل هي تحتاج إلى فعل؟ تشمل، ما الذي يشمل أو ما التي تشمل؟ الحدائق العامة. نعم، أين فاعلها؟ مستتر. نضع غيمة فارغة ونكتب مستتر، يعني حذفنا الفاعل لعدم التكرار. وبحلقة نقول الناس جميعا تشمل هذه الحدائق العامة، يعني هناك فاعل ولكن هذا الفاعل مستتر. وطلب فعل توضع، توضع، هل هناك فاعل أو هل هذا الفعل يحتاج إلى فاعل؟ ما الذي يضع؟ لكن لم نقل يضع، قلنا توضع، فهو مبني للمجهول. وتوجد، هل لديه فاعل؟ توجد من الفعل أوجد، يوجد، يوجد، توجد، فعل مبني للمجهول. أيضا كل فعل مبني للمجهول موجود فيه على السطور فهو يحتاج إلى نائب فاعل. حديقة فلانوس مكتبة عامة يستعير، يستعير، من الذي يستعير؟ يستعير القارئ. إذا هذا هو الفاعل يستعير منها القارئ. كتابا يقرأ، يقرأ، نعم لدينا فاعل يقرأه من؟ القارئ، ضمير مستتر. إذا نضع غيمة صغيرة ونكتب ميم، هناك غيمة لكن الفاعل فيها مستتر. إذا يقرأ القارئ وهو جالس في حلقة. إذا هذه هي كل الأفعال الموجودة على السبورة، وميزنا ما بين الأفعال التي تحتاج إلى فاعل والأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل. الآن الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل مثل كانت، إلى ما تحتاج؟ إلى ما تحتاج؟ تحتاج أول مرفوع، أول مرفوع تحتاج إليه هو اسمها، اسمه كان، أين أسماء كان وأخواتها؟ إذا كانت حدائق، إذا سنستعمل لونا مغايرا، نستعمل اللون الأسود، إذا كانت حدائق اللون الأسود، اسم كانت، مضربة إلى غير ذلك تشهد، نعم، هذا الفعل لديه فاعل، وكانت، وكانت الحدائق العامة اسم كان لكن هو ضمير مستتر. كانت تضاء، كانت، نضع غيمة صغيرة ونكتب اسم كان مستتر، ضمير مستتر. تضاء ليست لها فاعل، ولكن ماذا لديها؟ لديها نائب فاعل. أي نائب فاعل؟ أيضا ضمير مستتر. كانت الحدائق العامة اسم حدائق، اسم كان، لكن لعدم التكرار، تجنب التكرار، لم
وهي في أذهاننا، ولذلك تكون ضميراً مستتراً. تضاء أيضاً الحدائق العامة ضمير مستتر كنائب فاعل، لتكون أيضاً تكون الحدائق العامة ضمير مستتر مكتوب باللون، أو نضع دائرة باللون الأسود، عفواً غيمة باللون الأسود، وهو ضمير مستتر اسمه كان أو تكون مكان الملائمة إلى غير ذلك. وقد ابتكر لديها فاعل، يمكن لديها فاعل، وكان هذا اللون، هذا، وكان هذا اسم إشارة في محل رفع اسم كان. للحدائق مفتوحة لنا جميعا، إذا أين توضع ما فيها كتب؟ ماذا الذي يوضع؟ كتب نائب فاعل، نائب فاعل، توضع كتب نائب فاعل. وتوجد في حديقة الأندلس مكتبة نائب فاعل للفعل توجد. عامة يستعير منها القارئ كتابا يقرأ وهو جالس. إذا وجدنا كل الأفعال التي تحتاج إلى فاعل ورمزنا لها بهذا الرمز. أما الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل رمزنا لها بالرمز في. ثم بحثنا عما تحتاج، إذا تحتاج إما إلى نائب فاعل إذا كانت مبنية للمجهول، أو إذا كانت أفعال ناقصة تحتاج إلى اسم، يعني تحتاج إلى اسم وخبر، ولكن لم نتطرق إلى الخبر، لكن تطرقنا لأول مرفوع بعد كل فعل، سواء كان تاما، سواء كان مبنية للمجهول، سواء كان ناقصة. إذا تلاميذ الأعزاء، نأتي إلى نهاية هذه الحصة الثانية من حصص استغلال النص واستثمار نص ما. الحصة الوالية بإذن الله مباشرة تكون خاصة بالإملاء. أترككم في رعاية الله وحفظه، تلاميذ الأعزاء، صياما مقبولا وذنبا مغفورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.